السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن إحدى الخضروات الصيفية، هذه هي البامية. والبامية من الخضروات التي تتبع العائلة الخبازية، والعائلة الخبازية بالطبع تضم البامية والقطن. القطن كمحصول حقلي يتبع العائلة الخبازية، وطبعا في نبات يسمى الخبازة. فالعائلة الخبازية تضم البامية ثم نبات القطن. بالطبع هذا هو البرعم الزهري، يتفتح يعطينا الزهرة. هذه الزهرة يتم التلقيح والإخصاب لكي تعطينا الثمرة، وهي قرون البامية. هذه نباتات البامية، وبالطبع هذه القرون الصغيرة، هذه قرون البامية، وهذه نباتات البامية. كما ذكرنا البامية هذه الثمار، كما ذكرنا البامية تتبع العائلة الخبازية. والبامية مثل كل الخضروات تحتوي على العناصر الغذائية، الفيتامينات، نسبة من البروتين، نسبة من الكربوهيدرات، نسبة من النشا. وطبعا البامية لها مذاق خاص، والمطبخ المصري يستخدمها بطرق متعددة. يبقى نتحدث، ما زلنا نتحدث عن البامية. شاهد هنا إحدى الحشرات تقوم، إن شاء الله ستقوم بتلقيح الزهرة كما نشاهد. نوثق هذه اللحظات الطبيعية. دائما أبدا تقوم الحشرات بتلقيح الأزهار أو نقل حبوب اللقاح من الزهرة المذكرة إلى الزهرة المؤنثة. ونحن نوثق هذه اللحظات الطبيعية. هذه هي الزهرة في طور التفتح، الزهرة الخاصة بنباتات البامية. كما ذكرنا يتم التلقيح ثم الإخصاب وتتكون ثمار البامية. هذه نباتات البامية وهذه ثمارها. وهنا نتحدث عن أحد النباتات الطبية العطرية، وهي نباتات الرجلة. الرجلة طبعا هو عشب صيفي ينمو صيفا. نتحدث اليوم 18 يوليو 2021. هذه نباتات الرجلة، ونباتات الرجلة لها فوائد متعددة نعرفها جميعا ويعرفها كبار السن. طبعا هي لها طرق للطبخ معينة، أو يستخدمها المطبخ المصري بطرق معينة. يعني من فوائدها علاج خشونة الركبة، لأن هي فيها مادة هلامية مثل الملوخية. يبقى الملوخية والبامية والرجلة يعني لها فائدة كبيرة للذين يعانون من خشونة الركبة. طبعا الرجلة لها فوائد متعددة سنذكرها إن شاء الله في وصف الفيديو. نحن هنا نوثق الخضر الصيفية وخاصة البامية. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكراً.